رجل ابتلي بالمس وأوذي به، وكان شابا من خير طلبة العلم وتعب جدا، وجاءني واشتكى قال يا شيخ ما بقي إلا سنة وأتخرج وقد عذبني هذا. قلت يا أخي ماذا أصنع لك غير أن أقول لك اذهب إلى ربك واشتكي، ولكن أخرج بقلب موقن بالله جل جلاله، مؤمن بالله، موحد كمال التوحيد، صادقا مع ربك. فخرج واعتمر، فحدثني وقال والله إني لأصلي ركعتي الطواف عند المقام في سحر الجمعة. قال كنت أقول له إذا أردت الفرج، وهذا أمر مهم جدا، افعل ما قاله عليه الصلاة والسلام أن تكون بدرجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. أنت الآن اشتكيت لي وأنك أذيت في دينك وأذيت في فكرك وأذيت في كل شيء من شأنك وأمرك، هذا الكلام الذي تقوله لي وأنا عبد ضعيف لا أملك لك نفعا ولا ضرا، قل هو أنت بين يدي الله، إذا صليت، إذا طفت، إذا سعيت، تدعو الله بالصدق ويقين. قال فسألت الله وأنا في التشهد ركعتي الطواف، يقول فأحسست بجميع الكروب التي أصابتني، فبثثت إلى الله همي وغمي وحزني واشتكيت إليه. قال فإذا بي في فجأة أحس بحرارة عجيبة في فخذي، فكانت آخر عهده بالبلاء. هذا ملك الملوك من التوحيد، إن معي ربي، كلا إن معي ربي سيهدين. إذا قال الله شيئا فصدق، وإذا علمك الله شيئا فحقق، لا تحسب أن الأمر سدى. إذا قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه فهو كافيك، وإذا أنزلت حاجتك بالله موقنا أن الله يفرجها عنك سيفرج. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.